الاعتذار ثقافة راقية وخلق عظيم، يعتقد البعض أنه إهانة للنفس، لكنه في الحقيقة باب كبير لاستحقاق عفو الله، لأن من تعود العفو في الدنيا عفى عنه رب العباد في الآخرة. حين سئل أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: صف لنا الدنيا، قال: ماذا أصف لكم من دار أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء، في حلالها الحساب وفي حرامها العذاب، من استغنى فيها افتتن ومن افتقر فيها حزن. جميل أن يعتذر كل واحد منا عن أي خطأ أو كلمة صدرت منه فجرحت مشاعرا وأحزنت قلوبا وأدمعت عيونا، كلنا راحلون. والزاد قليل.